نعم، الانتخابات اليوم هي حكرا على أشخاص معينين أم هذا الموضوع أصبح من الماضي؟ أود أقول لهم انتموا للأحزاب، والانتماء للأحزاب لا يأتي على البرامج، يأتي كل إنسان له توجهات معينة. وأنا أقول لكم انتخبوا كل الأحزاب التي تعلمون عنها أي شيء، انتخبوا التي تميز توجهاتكم، ما في مشكل، انتموا لهذه الأحزاب. لا، هذا المشكل، هو ليس هذا هو المشكل، المشكل كيف نصنع التكتلات داخل هذه الأحزاب، وكيف نصنع التغيير. التغيير لا يأتي من الخارج. إذا جلسنا هون وقلنا نكتب في الفيسبوك، في ناس الآن عرب ومهاجرين بالنيوس، في عرب ومهاجرين بالأخضر، في عرب ومهاجرين بالإسبيو اللي كانوا قدام دائما في الإسبيو، ما في مشكلة، عندنا الإسبيو كان ينتموا إليه جميع، في الأوفوبي وفي كذلك في الإفبيو، أتعلمون أن هناك عرب في الإفبيو موجودين كذلك. وأنا هون من حيث الفكرة أنا أحبذها، من حيث أحبذ هذه الفكرة. لماذا؟ لأن أنت لما تكون داخل الحزب سوف تعلم أشياء لا تعلمها من الصحافة، سوف تدخل المعتقد الحزبي السياسي من الداخل، وسوف تقيم نظرة أخرى مغاير لنظرة هي الخارجية. هذا هو لنا الآن، لابد من صناعة تكتلات. الشخصنة في السياسة مرض خطير، إذا كان عبد العاطي أو أحمد أو أخونا أو مأمون يمثل حزب من الأحزاب السياسية أو كوجه عربي، خطير جدا. نحن نريد تكتل، لابد من صناعة لوبي. هذا اللوبي السياسي هو الذي يمكن أن يدافع عن قضايانا. لا يمكن، من العيب والعار أن يخرج قرار، أي قرار، مثل قرارات الحجاب للتلميذات، وأنا أخذ حجاب التلميذات ليس من وجهة نظر إسلامية ولكن من وجهة نظر حقوق الإنسان، أن المرأة لا يمكن أن يمنحها من الحجاب رجل، ولا يمكن أن يفرض عليها إنسان الحجاب. يعني من منظر حقوق الإنسان علينا أن ننظر إلى هذا الحجاب. لم نجد في البرلمان من يدافع إلا ما أنا مساوية فاو بيسما، مش العيب والعار. قبل ما ندخل يعني قبل ما ندخل ونقول صف، لماذا يعني دقيقة واحدة على هذه الأحزاب، وأنا قلتها للأحزاب كلها الآن، يجب أن يتعاملوا مع العرب ومع المهاجرين كأرقام حقيقية، لا كبقر كغنم تعالوا صوتوا علينا. لا، ماذا، من يمثل داخل حزبك؟ وإذا ذهبنا بهذه المفهومية، لا الآن نريد وجوه جديدة، الوجوه القديمة يجب أن تنضطها، الوجوه القديمة خلاص يجب أن تنضطها، خلاص أعطت ما أعطت، وعلينا أن نجد وجوه جديدة لندخل المعترك السياسي.